إذا مشاهدينا كما قلت لكم محمد بن شنات لراه اليوم معنا لفعل الخير طبعا سفراء الإنسانية في كل مرة نلقبهم نفرح دائما لأنه يقاسمونا إن شاء الله ونفرحوا هذه العائلات. السلام عليكم هي الأولى وزوجة دوزيامو جينا كما يقول لك باش نساهموا بون بالك هي اللي يشوفها كيقول راحوا داروا خير واحد الكاميرا وبينوا واش عطاو هذاك انا بور موي تماريا انا جيت بالحضور تاعي باش الناس تشوف شي كاين باش الناس اترافير مي ستوري اترافير لا تيليفزيون دونك انا كلمه حاجه ما من مدام غادي يشوفها لا الجمهور لا والو باش ما ندخلوش في الرياء باش يفهموا ثاني هذه العفسه يفهموها جميل جدا ولكن فقط تفضل اسلام باش تشوفي بلي في الدومين هدايا هذا شونتر ولا انا كوميديا ولا كاين واحد اخرين عندهم مجال واحد اخر كاع رانا كيف كيف في الخير ما رياء ما والو خويا لا 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 انا كنا الناس يعرفونا انا التمثيل ولا انت فرغنا انا كلمه حاجه ما بينهاش صح صح عندك لا هذه رانا معاك هذا رانا معاك ولكن كي جيت لي غادي تبان صوره ما يبانش انت بصفتك شخصيه معروفه ولا انا بشخصيه معروفه لازم نبينوا الناس لا نبينوا ماشي حنا اللي انا نديروا باش هما يديروا صح صح انتم صح هاي الهضره اسلام كي تبارطاجيو كي تحطوا دي ستوري راكم راح تخلوا الناس تعرف هذه العائلات مرحبا بهم محمد جيت ديجا عند حالات كيما هادو ولا ولا ما جيتش سي بور لا بروميير فوا سي بور لا بروميير فوا حرزي تدخلي في الحيط لا لي شوف شوف صح سمحي لي اختي محمد جابنا معه واحد صاحبي تاع 30 سنه جميل جدا الله يسلمك والله هذا صاحبي تاع زمان هذا جابني معاه محمد قال لي روحوا عند واحد العائله ان شاء الله بربي ان شاء الله جابني معاه نورمال جيت مع خويا بارك الله فيك خويا انا اول مره نتعرف بك ومرحبا بك معنا وان شاء الله راح نكونوا في الخير عليهم هذه العائله الله يعيشك خويا اسلام إذا قلت لكم أن الجزائر مازالها بخير لأنه فيها شبابها الحمد ورجالها الحمد لله اللي ما يتعبوش فقط باش يجيو يديروا الخير الحمد لله يا ربي إذا محمد هذه هي الدار شوفوا مع محمد حين نعاودوا نحيوا القضية خويا كامل عاودنا ولينا سبحان الله شكون قال يا ربي مرحبا بكم تفضلوا واش راكم لاباس بخير لاباس الحمد لله السلام عليكم ولينا ولينا بحاجة يعطيكم الصحة إن شاء الله خويا محمد هذه الطفله محمد عنده الحنانه مع الدراري واش كان عنده البنات عنده ايفا محمد عنده محمد خويا هذه كي جينا ليها اول يوم كان رجليها قلاصه من البرد كانت بلحفه ما عندهاش حوايج وما عندهاش صباط ما عندهاش بليغه والحمد لله بفضل ناس الخير اليوم هي لابسه هي وخياتها ان شاء الله تكبري تفوتي كاع على هذه الميزيريه ان شاء الله تولي مرا ونفرحوا بك تفضل خويا محمد بسم الله بسم الله هذه يا دار الله يكرمني ويزيد فيها ان شاء الله يا ربي الله لا بقيت ناظر بورتون العاف ناظر ما بقيتش ناظر كاع تلفت والله كاع مولاي كادو راهم بزاف في بلادنا ما كانش غير هذا واحد ولا زوج ولا ثلاثه ماذا بينا كل حاجه خاطر نسلكوا عائله ان شاء الله وان شاء الله حنا راح نكونوا سبه بالك اذا ربي كتب دروك اللي كتبها ربي الدنيا هذه بالمكتوب نلحقوا له بالك حنا نكونوا سبه باش هاد العائله يبنوا لهم وباش هاد ان شاء الله يا ربي سيرتو شوفوا له جهه الدراري صغار كثريا كمال خويا اروح رجاء تعيش نسقسيك حاجه محمد كي تخلق لي ما كانش الضو ما على بالوش الحكايه تاع اللومبا كمال ما على بالوش الحكاية تاع اللمبة، اللمبة قلت لنا حياة نبدلها باش نشعل في الشمبرة الأخرى. علاش تشعل غير لمبة وحدة؟ نشعل زوج هذه والتحتانية برك زوج الأخرين ما يجيش. لا أنا بيا خويا رانا نعافروا. ربي إن شاء الله يفرج عليك يفرج على كاع الأمة المسلمة. إن شاء الله. وكاع إن شاء الله يعطيكم الصحة. ثم هذا راك جيت على جنة من وهران. بصح بسيف علي نجي لجاك يبصى الله يبارك مشيت مسافه بعيده بزاف هكذا باش تحبك معليش مدويره الوهران معليش مي انا جو فو كو هذه ماشي حاجه شكلها فهمك كنت باري جيبارك يعطيك الصحه الله يشد لك في والديك ربي يعيشك الله يحفظكم وان شاء الله يعطيكم الصحه ربي يعطيكم كاش نتمنى ان شاء الله وما بقيتش ناظر ضحكوا عليا اللي ضحكوا عليا شافوني عايشه هنايا في الديار تاع التراب وما عندي والو لا مال ولا نعاني من كل حاجه صح شايب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجه ربي هكذا يضحكوا على ربي ماشي عليا انا نبغي فوق راه اكثر من اللي عندهم دراهم هذه الجيري تعرفوا ضحكوا عليا واليوم الحمد لله الحمد لله فرج عليك الحمد لله الحمد لله حتى ولو ربي يفرج عليك والحمد لله وجيناك حنا شوفي زاد سخر لك محمد الحمد لله ربي يستر ان شاء الله قال لي تجي مبو يعاونكم صح وشوفوا للامانه
اللي بينه وبين هاد العائله ربي عالم به ان شاء الله. آه ربي يجعلها في ميزان حسناتك ربي يحفظك. لا 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 نهضر غير على بريزونس تاعي ما نهضرش على حاجه اخرى. قلت لك كل واحد ربي يجازيه كل خير ان شاء الله يا ربي يحفظك. انا صاحب ما نكذبش عليك عانيت بزاف في حياتي 12 سنه ما عشتش نهار مليح حتى مرضت بالاعصاب حتى ولاو وليت نجري ونقولوا ما نقعدش في الدار وخلاص تقلقت بزاف وليت يلحق الصيف نلقى الحنش العقرب شغل نبات قاعد على ولادي نعس فيهم وكي يلحق النهار في الشتاء نلقى الدنيا كاع ما ولادي هكذا تمشي في الماء الطفله قدامي تمشي في الماء شغل وليت نتقلق شاده في ربي الحمد لله سبحان ربي سبحانه كاين وليت ندعي في ربي ونقول ان شاء الله ربي يسخر لي عباد اللي يوقفوا عليا. شوفي اختي سبحان الله حتى والفرحه كمال مازال يبكي على مرتو ها كمال اروح خويا يخلص الى هاد الدرجه تحبها الى هاد الدرجه كمال مازال الى هاد الدرجه نحبها انا وانا غرضي ما عنديش بغيرها لا غالب ما انا دوكا واش راني حاب راني حاب هادو تاع قروما اللي قلتي عليهم يخزروا لي ويبنوا لي ربع شنابر لولادي برك ماني حاب والو ماني حاب حتى حاجه ان شاء الله راني حاب باذن الله يبنوا لي ربع شنابر لولادي برك هذا ما راني طالب برك اه هذا ما راني طالب غاشي الخضاريه بويره وغاشي قروما ماذا بيا يبنوا لي ربع شنابر لولادي برك الله عليك تبارك الله هذا هو الطلب تاعي ما نحتاج حتى حاجه واحده اخرى نحتاج والو وانتم يعطيكم الصحه ربي يحفظكم اي واحد جاء وسام تاقع عليا وعلى اولادي ربي يحفظه معليش هو قلت لك نعاودها لكم يؤذن المغرب عاودي ما نعلبوها ماكله المهم الناس شغل نلبوا لهم الطلب تاعهم هو الصح هو كان يستنى وقتاش يلحق لهادو العائله قلت له اوبليجي عليا نجي بورتو عندي بغا نشوف نوض بكري انا رمضان ما نوضش بكري انا ملي كنت نقرا ما نوضش الصباح بكري ثم نوض بكري اون بليس ما فطرتش بصح ما عليش وما شط الفرحه في وجوههم انا ناكل كل يوم ان شاء الله الى هكا مليحه غير عاود تدوني بلاصه اخرى ان شاء الله يا ربي الله يحفظكم صحه رمضانكم تعيدوا بالصحه ان شاء الله ورانا هنا اتمم وربي طونا في عمرنا ونقولوا ميرسي بوكو الحصه تاع حباب ربي اللي راكم تخموا فيها الناس اللي ما يقدروش الناس تسمع شرح صاري مي غراس ا فو ميم انا جو فو فيليسيت جو فو ريميرسي انتر تون نقول لكم بارك الله فيكم وربي طونا في عمركم بحيو كاع حباب ربي شو هذيك الضحكه يا مرعتونا ربي براكم سيده عائشه نشكرك بزاف ونقول لك كثر خيرك وراهم عطاو لنا السكنه وان شاء الله ما نساولكش خيرك وشي اللي درتيه معانا والله غير ربحنا على وجهك والحمد لله يا ربي وان شاء الله نتمنى كل واحد راه مغبون ربي يفرج عليه مقبر الدنيا ان شاء الله السلام عليكم نشكر قناه الهداف والأخت عائشة حصة أحباب ربي نشكرهم قوي بزاف بزاف وراهم فرجوا عليا وربي يحفظهم إن شاء الله وربطوني سكنة الريف يرحم والديهم وربي يخلصهم إن شاء الله بفضل ربي سبحانه الورقة جاتني وإن شاء الله ربي كيما فرحتيني ربي يفرحك وبفضلك أنت وبفضل المجهودات تاعك وتاع الفريق سمعتني سمعوني لاميري وعطاوهالي وأني قريب نسكن أختي نقول لك بصحة فطورك وبصحة عيدك والله يخليك انت يا وقناة الهداف كامل نشكركم بصحة رمضانكم وبصحة فطورك هذه لك عايشة اختي باسكو جبتها اختي بسم الله الرحمن الرحيم نشكر عايشة بزاف بزاف بسببها راهم يجوا عندنا الناس ويعطيها الصحة نقول لها وصلتنا المكان المعزول وراهم يجوا عندنا الناس بسببها وراهم يضيفونا ويعيطوا لنا ونشكرها بزاف ونشكر قناة الهداف ونشكر حباب ربي